السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ معكم أحمد بيك بالحلقة رقم 19. طبعا بدي أحكي لكم شوية شغلات صارت معي. هلأ نحن عم نحارب الريتش، هدول بهديك القارة شغلتهم فاضية. هلأ بدي أقلكم اللي صار معي، اللي تابع هديك الحلقة بيعرف شو صار معي تقريبا، بس انصدمت بشغلات كتير. عنا هاي أخدوها الدورن، كانت أخدوها منا أول شيء التيروش، بعدها أخدوها الدورن منهم. دول مو الدورن، ايوة الدورن. وعنا في عنا مدينة أخدوها مننا زفيل، هاي كانت معي أخدوها زفيل. أنا كل هالشي وما انتبهت عليه يعني. وفي هاي أخدينا منا الدوسراكي وين عليك. هلأ هاي أنا بدي أسترجع، فصار عددنا 1300، فصار الوقت انه اعلن الحرب على الدوسراكي وهاجمون. وضميت مرتزقة كمان عشان يكون بيعلمكم، يعني في عنا هدول ما استدعيهم خليهم. ضميت مرتزقة، هلا هدول بضلوا معي شوي بعدها بروحوا. لا هدول لانستر. المرتزقة وينهم؟ الوايد هيرز، هدول مرتزقة، هدول ضميتهم ساعدوني بالمعركة. هلأ بدنا نمسك لهم حدا برا، هذا للدوسراكي ده عم يجمعوا جنود من هون. هذا مو أعدمته أنا؟ تفضل بدي أعلن عليك الحرب. أعلننا على الدوسراكيين، عددهم 213. أرسل القوات عليهم ورا على قلبي ب 213 شخص، رحنا 19. تفضل على الأسر، اللي بروح بالقوة من رجعه بالقوة. خلينا نطور عنا جنود كتير للتطوير. هلأ طبعا جبت جنود من دراغون ستون، هلأ فرجيكم شو جبت. جبت اسلحة كمان من دراغون ستون. هلأ انا كنت حابب روق بعيد اكتر يعني، بس ما بدي اترك القارة. انا هون القارة يعني موطني، فانا ثقافتي دوسراكية، وقلت لكم لما اخدت هاي من اول ما بلشت. هلأ فرجيكم شو اخدت بالبداية. اخدت هاي ليكا دراغون ستون. دراغون ستون هي مطرقة من دراغون ستون، يعني فأس مطرقة اللي هو هاي بحسين ايتل فيها منيح. اخدتها من عند دراغون ستون من المدينة تبعيتون. هدول اخدهم بالغنيمة، هدول هم بيعون لشي حدا وبس هيك. هدول رح جبتون وجايب اكل وجنت قوات من عند دراغون ستون. طلع هدول، هلا بروحوا بحرقوا لي القرى تبعيتي. بس خسئتهم، طلعوا تركونا المرتزقة. معلش دوسراكي بدهم يعملوا هي حرب مع الدراغون ستون، مع الدورن. لا ما بدنا نقرب على الدورن، تركوهم هلا للدورن. هلا هيك قلت قواتنا. معلش ليش المرتزقة بتركوا الشخص؟ ما بعرف يعني. تم اعلان الحرب علينا من مين؟ لكن دراغون ستون هلا كنت عندكم، ليش عم تعلنوا عليه الحرب؟ ستانيس فراسيان شو عم بيصير معك؟ متزوج من عندكم يا زلمه. هذا بضل بحب انه ادفع له مصاري. جيش 444. عجب ديرو ياخذ قلعه من عندي. 450 هجوم، دمرت لهم كل دفاعاتهم. خلينا نهجم عليهم. تجهزوا يا رجال، بدنا نسترجع حقي وحق اجدادي وحق هذا حق شرعي. هاي القلعة استرجع، نسيت اخذ قوس. يلا مو مشكلة. على فكرة عم طلع حالي على الكاميرا يا شباب، انا غسلت وشي وغسلت شعري لانه انا مصور. بتعرفوا يعني مصور؟ انا مصور باخر الليل، يعني يمكن ساعتين وبقدن الفجر، فانا بصور بهيك اوقات. ليش؟ الصبح دائما شغل ودراسة وهيك شغلات وعملات، ف مع الأسف ما بصور غير بالمساء. فبتمنى دعمكم يعني للقناة، وتحطوا لي لايك أقل شيء يعني إذا ما بتعندكم حدا يتشاركوا له، لأنه عندهم مدفعية كأنه. لا نحن عم نضربهم بالمدفعية. فبتمنى يعني تدعموني بس بالشيرات وهيك شغلات، ما بلاش شير، لايك بس. وأكيد مشتركين يعني، تابعني بشترك. وشكرا لتعليقاتكم عن جد، لعبالقولي كل فيديو إلي أنا حفظان أسماءكم كلها يعني. شكرا لكم، تحية خاصة لكم. وعم بسمع نصائحكم. في شاب نصحني مشان ضرب الأسهم،
مو ضرب الأسهم، عفوا، في شاب نصحني مشان خطة عسكرية يعني نفذها، انه جيب أرشر وحطهم بمحل عالي وهيك. فالزلم كتير مشكور على نصيحته. هنا قاعد عم بفتح لكم هيك سالفة وهدول الشباب عم بضربونا. لعنا بسوريا بنقول قصة، بس اذا اقول عم نفتح لكم قصة، هلا بالعراق بقولوا سالفة او سوالف، كمان الخليج هيك. انا الحمد لله ما عم شوف سوري متابعني لحد هلا، اغلبه خليج عراق ومغرب وتونس، يمكن جزائر، ما بعرف ليش ما في سوريين، يعني ما بتابعوا السوريين هاي اللعبة. يلا نعسنا وانتو لسه ما وصلتوا. هي هاي بشاعتها هاي القلعة، انه بعيد يعني مرتفعة موقعها هيك، بس انا حبيت شارك مع الشباب الطيبة اللي عندي عشان استرجع، لانه هاي حق والحق لابد ان يعود لاصحابه. طلع شكلي يا الله بضحك بشرفي، ما مشطوا المشكلة. كان شعري طويل بس قصيته مع الاسف، يعني لانه ما عم بهتم فيه. انا بحط لكم صورتي جنبي شوفوها، يعني شوفوا شلون كان شكلي. صلي ساعة بستنى هون، ايه مت بدك توصلوا، ايه مت. بس ليكوا جنود مطورين شوي، ها مو مطورين يعني احسن من قبل. طلعوا بس هدول من جنودي، جنودي اللي عليهم شعار كلاني وينه، ولا هدول جنودي. اين انتم؟ في يوتيوبر تركي بصور عن اللعبة مونت اند بليد، هذا اليوتيوبر ما شاء الله عليه، بس عياط بس عياط بس عياط على جنوده. تقول جنوده واقعيين، ما هن مأخوذين من الكمبيوتر بتحكم فيهم الذكاء الاصطناعي. رجعوا هيك، هذا طلع وين دحش لي راسه، دحشت راسي وين؟ ما بعرف وين دحشت راسي عن جد. ادي يا خيو ادي، اعطينا الطريق بقى السنين هتطلع. هي اجرب مطرقتي الجديدة، والله بضربة ما عم شوفه، والله روعة. هي نصيحة الشاب اللي نصحني اروح على دراجون ستون، شكرا لك. طبعا ما عم بحسن بحفظ الاسماء، انه ما حاطين اسماءكم الحقيقية، حاطين اسماء يعني قنواتكم، يعني فرح حط اسكر يعني اسم القناة يعني بالفيديو، حط صورتها. اوكي هلا خلينا نشوف اخذناها. مين هاد؟ ووتر دانسر. ايه هذا مقاتل. اوين الشباب؟ اوينن؟ يعني هيك عم نقشط القلعة، يعني عم نشوف وينن. بكير صح النوم، تركولي حدا اطلبي هالفأس المعي الخارق، فأس الدراغون ستون. ليكن هون الاقتتال الكبير، طلعوا طلعوا لفوق، انا بدي اقتل هدوليك. عم بيراسبنوا هنيك، محل ما عم بيراسبنوا بقتلن. مين ضربني؟ ضربة واحدة بس. تعالوا انتو، والله خارق هالفأس. ها هي المعي جربانة جنب هاد، بس دول مو مدرعين لهيك عم لاقي صعوبة شوي بقتلن. عم بيهربوا. ايه دوسراكي بتكون بتكون لك، بس انتو عن جد الدوسراكي عندهم نزعة، يعني لو على القريب مع غيري كان اخذوا ارض، بس معي ما رأى اترك لهم ياخذوا الارض. اخذناها رجعناها للقلعة، مبروك يا رجال. عنا اثنين اتطوروا، وعنا اربع سجناء، وعنا هدول لوتس. هلا بيودي انه تكون الحلقة ساعتين، بس ما اظن تكون ساعتين، خلينا رحيمين، اصلا نحن من نفس الثقافة. خلينا نضل شوي، صار عليها تصويت لسه، هلا اخذتوها بس هلا اخذت انا. هي لمين كانت عطيه؟ هلا هاد هذا ما عنده ارض، هذا ارضه راحت. لو انت تحالفك قوي رح اعطيه اياها، هاد الزلمه قوي يعني وغني،
ما لازم أتركه، يعني أتركه هيك بلا أرض. دراجون ستون الريتش ما في مشكلة معكم. على فكرة الفولانتس صدموني، في عنا بالقارة فولانتس ما ضل لهم غير مدينة وحدة وبوتون صايت 2000. ليكو عم بحاصروا لي هذيك. هلا هاد الغبي دي حرقة يمكن، فعم فكر اخذ المدينة ضلت للفولانتس، اعلن الحرب عليهم واخذها ان شاء الله ما تسقط. عزز لي التماسك. هدول ما جبتهم انا، ما ضميتهم، خليهم يدافعوا عن المدن وهيك. فك الحصار ان شاء الله، واذا اخذوها رح اخذ روحهم. شاد عددهم ان شاء الله ما يكونوا 1400. استنى بس للصبح ونهجم عليهم. هذا هجم، ما بدي اخليها معركة ليلي. هلا بقى احررك. صار الصبح، صار هجم لي عليهم. بونشار مسمعك. هلا بدي فرجيكم المعركة عصولة. هلا عددهم قد عددنا، عددنا هنن اكتر مننا. نحن اكتر منهم. حشيش حلال، ما بعرف ايش وضعي. حط لي هدول هون، خلينا نعمل خطة حلوة انا مشان ما اخسر كتير جنود. هلا عنا هاي الفرقة، هاي كمان فرقة ارشر. حط لي اياها هون، وهي الفرقة كمان ارشر، كمان حط لي اياها هون. خليهم هيك موزعين احسن. هون عنا 86، وزع لي اياهم هيك. عملوا لي شيل دول. عنا خيالي، هدول خيالي اخذتهم من عند دراجون ستون، خيالي ارشر. هدول ديم يعني هدول اقوى من الدوسراكي والله. هدول خيالي مقاتلين قوايا. ليكو هدول من عند دراجون ستون والله. لنمسح فيهم الارض بربي. بلشوا فيهم يا ارشر عالماشي. خيالي هجوم، خيالي ارشر هجوم. قتلته هذا لورد عندهم يا او ليدر. هلا تحت خيول، تحت دعسات خيولي رح اقضي عليكم. يعني انتو يا دوسراكي مسحت تاريخكم يعني بصراحة. ما ضل لكم قيمة. لا هيك هلا بدي يستلمونا الارشر. لا خليهم يروحوا. هلا بنقضي على الارشر تبعون، يمكن عندهم ارشر موقفينهم هنيك على اساس انه بيصطادونا. تعالوا عم تتقوا بالارشر. هلا غلط دخلت بيناتهم، بس الحاجة ام الاختراع. بدنا نقضي عليكم. بدي اقتلكم. هذا لابس هيك لبس فخم، عجب لورد عندهم. تعال هون ولك متخبي بيناتهم. الخيالة تبعوني ليش ما عم تهجموا لهون؟ هاي انتو عم تخوفوا لي الخيالة تبعوتي؟ هاي انا بيناتكم. هاد الكلب وينه؟ بدي اقتله. هاد اللي عم تخبى بيناتهم. هجوم. ليكو كل هاد وما مات. يخرب بيتك. هذا جندي ايسوزي بس مطور كتير شكله. يمكن الخطة خاطئة شوي لانه ما كل جنودي هون، بس معلش. انا وين؟ بس دعسناهم. هنشوف وين عم بيرسبنوا الكلاب. جيشي كله هجوم، ما تضلوا واقفين هنيك.
نزل فيهم. كنت حاس هذا هلا ما مات. قتلت واحد اسمه بونشير، قتلته، خرب بيت اقوى من اللوردات عندهم. لا انا دمي بلش ينقص، لسه عندنا خيالي عندهم. اوكي الجنودي بلشوا يهجموا. هدول دوسراكي مجندين سارنوريين عندهم. السارنور بدنا نقضي عليهم، لا تاكلوا هم. طلع كم شوكة داخلة فيني. قتلولي جنديني. يا كلاب. نجرب السيف. بس انا هيك دمي بزقة. كويس. هلا الارشر بس يقربوا لهون. ببلشوا فيهم. ايه ولك. مين لسه في عندهم هاد؟ عم تضرب لي جنودي يا كلب؟ ما لحقته. كمان ما لحقته، بس نقتل هاد العمى. انت يا جربان تضربني؟ هات هاي. لا هاي المطرقة الجربانة. وين جنودنا الارشر؟ تركين هالكلاب هون؟ دول عم ينهزموا لعندهم، على كلن اجوا. عملوا صايبني. تعال انت ولك. بس هيك بدي ينقصنا جنود هلا، بس معلش. نعم اخته. لك نزلته. يلا ارشر جنودي. دول ارشر وقفوا هون. انتو كمان هون. هلا بده يصير قتال بالارشر. انتو بدي اياكم تهجموا عليهم هلا. عندنا ثلاثة خيالة. اتحشوا. لا انا وين رايك؟ سهم واحد بروحني. يلا يا رجال. رجال الله على الارض، اسود الله على الارض. السقاوقة. روح. في هادا هون. قتلته. هاي المطرقة بدنا نكبها خلاص، عنا مطرقة دراجون ستون. لا يا كلب لا. قتلته. اهجموا، طالعتكم لهون عشان تتفرجوا. عم بيرسبنوا ليكن. طلع شو قد مرسبني. عم بيرسبنوا بيجونا. ايوه يا عيني عرب هالفق. لك روعة. شكرا كتير لك يلي انت اعطيتني النصيحة هاي. انت انسان فخم. ولك يا حبيبي. لا حدا يقتلني يا شباب، لا حدا ينزلني. ايوه طلعوا دمي. والله معجزة اني لساتني عايش. ويا حبيبي شو قد عم بيناسبني هون. قتلوني. يلا ضل منهم 83. رحلنا 86 قتيل والمصابين. هلا صاروا 100 تقريبا. المهم الاصابات معوضة، بس هدول 100 يعني بنزعل عليهم صراحة. يلا خلصوا المعركة 41. لا تخلوا يقتلوا منكم، صاروا 113.
منين أوايا؟ انتصرنا، انتصرنا على الكلاب الدوسراكي. هذا أنقذته، هذا اللي كان هيجم عليهم الشجاع. كنت لحقتك بس رحت لي عليهم بالمساء. هلا ما بدي أعدهم حدا، بس في أربعة بدي ينضموا من عندهم. تعالوا، هلا أنا هيك صرت شيل زيادة، هلا بعطي لحدا من المرافقين أو لا أي حدا عادي، مو ضروري مو شرط يكون مرافق. دمي ناقص. هلا هيك الأمور تمام. تعالي شوي لهون، عم بيحرقوا بهالقلاع. مع مين بدي احكي انا؟ هاد جيمي لانستر، بنعطيك شوية جنود من عنا. مصاب يا حرام ويا على قلبي. عنده سجين اسمه ميهير، تعال نحكي معه. انت صاحب كلان؟ اي والله صاحب كلان، كلانو ريتش. ما في طريقة نعمل معهم شي. طيب ما عندنا مرافقين هون. تيرون لانستر، خلينا نعطيك كم جندي. هدول الخمسة السارنر خدهم خيو. معلش مصابين يا حرام. هلا هون عم بيحرقوا لنا قرية بالعاصمة. هلا بما انه اخذتها خلص اعمل معه عن سلام. بدنا نعمل سياسة صفر مشاكل. هلا ما ضل عندهم شي. هلا هنن بيدفعوا لي لازم، اللي انا بدي ادفع لهم انا بدي ادفع لهم. مع انه ما ضل منهم كتير، هنن لازم يعملوا معي سلام. بس معلش هلا انا شقد جنودي او يلا فلوت. هدول ما بدي اعمل معه عن سلام. هلا بدي اروح على العاصمة. هلا اي هاي المنطقة بحرقوها انا مالي مسؤول عنها. لمو جنود. هلا خلينا بس نطلع. هلا الدورن ضل الفولانتيس عنا هون قلعة، وهي عاصمة الفولانتيس. اشد يكون عددهم هون اظن الحرب مع الفولانتيس رح تكون صعبة. ما بدي اعلن عليهم الحرب، بس دول كمان الدورنيين عم بيقووا. الدورن رح يكونوا بوابتنا لقارة ويستروس. هلا نحن هلا هاي مستحيل ارجع احاول اخذها لانه صارت للدورن وما خرج اعلق مع الدورن. بس انا عندي قلعة بدي استرجعها، اخذوها زافيل. هاي مين اخذها؟ دون نورفوس، لان نورفوس اصحابنا ما نقرب عليهم. وين هاي القلعة؟ بدي استرجع هاي. اخذينا زافيل حاكمة هاد، رح استرجع لانه وهاد ريتش يعني طلعوا موجود عنده برافوس كمان. ماشي مو مشكلة، خلينا نكمل طريقنا. لا شوف مين هالابن ابن الحلال اللي عم بيحرق لي هاي القرية. تم الاعلان الحرب علينا. مين؟ دورن. والله انتو يا دورن انا عم بخسر اقتصاد زبالة. الدورن قوة ساحقة مستحيل حتى لو ما وافقتوا. خلينا مع الدورن مسالمين. معلش بس الاقتصاد عندي زبالة، انا هيك عم بخسر خير الله. هلا وعنو اسامح الدوسراكي؟ ماني مسامحهم. ليش سامحهم؟ بركي بمسك القائد تبعهم. مين هون؟ 73. تعو هات جنود. لا انا عندي كتير جنود. ما يلا اتركهم، تعال خلينا نساعده. بعتلي القوات. ما اخذنا سجناءهم بس يلا. في واحد بده ينضم، تعال انضم. انا شايل زيادة دقيقة، نكب واحد بس. كبلي هاد السارنوري، هو واحد اصلا. رو عن وشنا عنا 22. طول لي اياهم. حلو. هلا جيش شوي شوي عم بتطور. هلا انا ما في ارفع اقتصادي، ما خرج اتاجر ولا اعمل، لانه مدن يعني التجارة ما تجيب همها. هلا الكلام على 34. يلا اقضي عليه انت. خلينا نروح على العاصمة. السجناء ما ربيعون. خلينا نروح على الكيب، عنا السجن هون. والله مليان عنا جنود لهم. حطلي القادات تبعيتهم هون، ان شاء الله ما حدا يحسن يهربون.
هدول الجنود اتركهم معي ممكن ينضموا، خليهم بالسجن عادي. الجاريسون عنا ناقصه، خلينا نعطيهم من عنا ونجيب جنود غيرهم ضعاف. دول دول الفلات واطية، ناقصة 7 للقلعة. حطلي هدول ناقصة 1، هدول الفلات 3، خدلي 1 من هون. خلاص هيك تمام. هلا بحاول ضم الباقي من اللي معي. هاي المدينة مستحيل تتاخد لانه محصنة خير الله، بس كانوا ناقصة اكل المدينة. هون عنا حمير، حاسس انه ناقصة اكل، بيع شوية سمك. هون عنا حمير كتير، هات كم حمار. هون ما لازم عين لحاكم ما احسن. هلا زوجتي بدي اتركها معي، المرافقين اتركهم معنا. ليش الفود ناقص 20؟ لوياليتي تمام. هلا انا هون مختم كل شيء، خلينا نختم هاي. ناقص لنا لوياليتي، حط 5000 معلش، مع انه اقتصادي تعبان وعم بيموت. لما ضميت الكلان اقتصادي ناقص، لما ضميت الكلان الغني. الا ما تطوق شو هاي؟ لك ما بطالع لكم ولا واحد. شو كنت احكي انا نسيت بربي. هذا منكم شو؟ شات سرعته 5.5، ما راح الحقه. شكنا منه. خلينا نعمل انا هلا شو بدي اعمل؟ هلا الدراجون ستون ما خرج اقرب عليه هون. بدي ارجع هي، هي لازم ارجعها. هلا انا صفر مشاكل، هات دول. هي ليش ما بتقدر تجي؟ ليش عملوا جيش؟ انا هلا بدي فك هالجيش اللي عملوه. هات هدول، وين الجيش اللي عملوه؟ لك انت تركنا انت وهالجيش، ما عم تاخذ لي غير هاي. صار تاني مره بفكك. وين الحلوه هاي اللي مرافقتي؟ تعالي. والله هدول والله جيبهم كلهم، خلي يشاركوا بهاي المعركه، او اتركهم فراطات هدول. هات هاي هي مرافقتي، هاتا. هلا معنا اكل ماشي حاله. وهون اذا مطلع في واحد بينضم، هات ضمه. هلا الدوسراكي قوته 278، ان شاء الله ما يقربوا لي على شي قرية يحرقوها. ما ضل من عندهم غير 5. هذا اذا بلاقيه بدي اعدمه توشي، يمكن معنا هو ما بعرف. مو مشكلة هلا، هلا هدول ما عاد شكله خطر، شالته الناكتة. خليني رجع هاي القلعة. وينها هاي القلعة؟ هلا في عندي هاي زعلان لانه خسرتها، بس ما خرجنا علاقة مع الدورن. يخرب بيتهم الدورن هلا. قوة قوة، لازم شكل كلان جديد، هيك المفروض. هلا كم كلان معنا نحن؟ خلينا نشيك. نحن 9 كلانات، عددنا 4000، ولازم يكون يعني 9، لازم يكون شي 10 شي 14-15 كلان لنوصل لل 10000. جندي جربان هلا، تركنا منه. هون في اكل، خلينا نشوف. ايه هات جبنة معلش، هات 45 حق الوحدة، لا غالي. كمل كمل، ضل حدا ما انضم كله انضموا. عم بيحرقوا هدول دوسراك، اتركهم عم بيحرقوا. او اقول لك هلا انا صعي اقتصادي تعبان، مع انكم ضعاف بس رح اعمل معكم سلام، مع انه هلا بس يقوا رح يرجعوا. ولا قال لا خلينا ناخذ هاي وبعدها من الله ما بدي يحرقوا لي قرى، القرى تبعتي. بس انا كمان في ناس ممكن تدافع عن القرى تبعتي عند العاصمه. هات لي هون، ايش في جنود؟ في حدا بده ينضم هون؟ في 2، الله ضعاف دول، ما بدي اخسروني معنويات. طيب خلينا نعمل معهم سلام الدوسراكي، رح انه رح يرجعوا يقوا ويرجعوا يتكالبوا علي. ما حدا مأيدني، خلينا حتى لو ما مأيدين انا مجبور، ما بدي يضلوا يحرقوا بالضيع عندي القريات تبعتي. هلا هاي القلعة، هاي القلعة لازم انا طالب فيها، لازمني بقى اقتصاد حسن اقتصادي. هون ما في حدا، تعال نحرق لهم قرية ونهجم عليهم. مين اعلن الحرب؟ ريفرلاندز. يلا معلش كنت عم بدفع لكم مصاري، معلش بتخففوا علي.
احرقها. معلش معلش معلش، بس هيك ما تعلن عليهم الحرب. هيك انا بدون ما اعلن حرب. ها مش الحال، تعال حاصرة. شاد فيها مدافعين 141. حلو. شو هاي؟ هاي ما بعرفها. اعملي الحصار هلا. هاي بدي اخذها الي، او بدي اعطيها لواحد، بدي اعطيها لهداك الكلان الغني واخذ منه هديك. بلشوا يجمعوا جيش، لازم ادخلها قبل ما يعملوا شي. بس شكلنا صعب ندخلها، عندهم هاي بتقصف. نخسر كتير جنود اذا نهجم عليها رأسا. والله نتحمل قصف واحدة احسن ما نتحمل، احسن ما نتحمل تجمعهم. يعني هلا هاي بتقصفنا، معلش هاي معلش تقصفنا، رح تروح لي جنود، بس احسن ما ادمر واضل صابر. خليها سند تروبس، شوف شو قدنا نخسر. خسرنا 111 اجباري عندهم هاي. هات هدول، هات هدول. ليش عملت سند تروبس؟ لانه ما راح اتحمل اشوفهم عم بيموتوا قدامي مشان هالقرار الغبي. بس ما هو قرار غبي، قرار سياسي هاد. يعني هلا هيك بناخذها للقلعة. عددكم 216، شو ميرسي. انتو بجيبكم 4.5، نحن 1.9. طيب نعمل سلام معكم زفيل، بدنا ندفع لهم 9000. لا ما حذرته اذا هيك. مين هاد؟ هاد الفقير ما عنده اراضي؟ ما عنده. اسمي مقترح، اسمي مو مقترح. وجيمي لانستر ما عنده. يلا مع الاغلبية. هذا فقير كلانه. نحن 3900، لزافيل 13000. معلم فلت لهم واحد، او بعت واحد يكون قريب علي. اقرب شي هاد، اذا بعت ورا ممكن يجي. بس انا لازم افلت لهم شي حدا. فلت لهم هي، جيبيون بشرفك، جيبيون بشرفك، جيبيون. حلو، بدي ادخل انا هاي المعركة. خلينا نشوف، نحن تقريبا باعلى شي، اعلى شي هون. مبدأ بعد اكتر هون اعلى شي. حلو حلو، تعالوا لهون. معناتها عنا هون فرقة الارشر، والفرقة ارشر انا مقسمون كتير يعني، معلش خليهم مقسمين احسن. وعنا هون فرقة ارشر، وفي فرقة تانية ارشر. حلو. والمشات، يا مشات يا حلوين، تصفوا لي هيك، خليكن عاملي لي شيلد وول. وعنا الخيالة هون، في عنا خيالة ارشر، حط لي اياهم هون. حلو. هلا هنن لازم يهجموا لعنا. هذا مرافقي، كان مرافقي، عيطيه كلان هلا. الو، هو دوسراكي. اوكي، راي اجس نبضهم مثل ما بقولوا، اعمل لهم هيك حركة بسيطة. والله هون اذا وقفتهم كمان حلو. معلش خليهم هنن يجوا، ما بدي اخسر كتير جنود حاج. بس هلا الزفي لازم يا يخففوا علي الدفع، يا اما ما خرج ادفع. شو 9000؟ يخرب بيتكم، بدكم تخلفوا اولادكم وتصرفوا عليهم من حسابي. قربنا 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 قربنا. نحن مفكرين حالهم عم بخططوا. ايه عيطوا عيطوا عيطوا. صابني. انا ما عم شوف حالي غير عم بضرب لهم الخيل تبعهم. يا يا ما عم بيقربوا للساعة جنودي. خلينا نلحق هدول، هدول تركهم وراك. نزلنا واحد، الحقوني.
ما بدي يلحقوني. هذا شكله شجاع، نزلته هذا عندهم يا مثل لورد مدري شو. ايوه هلا قلت في تعليق من شاب عراقي قال لي ضم الدوسراكين. شلون بدي ضمهم؟ علاقتي فيهم تحتهم ناقص 100، بدي اعطيهم مصاري. هو المصاري بتحل كل شيء، بس انا ما معي مصاري، شايف اقتصادي تعبان، لازم حسن اقتصادي. ما بعرف شلون، رح احاول الاقي طريقه ثغره، يعني مو تهكير للعبه ما بتتهكر، لانه هي شاريه، وحتى لو مالي شاريه ما بتتهكر اللعبه. ايه موت بقى يا زلمه، قتلنا هداك وما قتلت هاد، اخرب بيتك. نزلته خلاص. وينهم هدول؟ وين جنودي يا حبيبي؟ ايش ضاضي عليكم وجنودي لساتهم هنيك؟ طيب جنودي، لا خليني اقربهم، دا يقلق لهم مطرح، كونوا قراب فيه. هدول ما رح يهجموا، ما انه هيك خلاص، تعالوا كلكم لهون. انا عم بتسلى فيهم، واقفين ما ناويين يهجموا. يا حرام يا حرام، كان لقطة حلوة. ضلوا هلا صار يتحركوا. يلا عم تحركوا جنودنا، عم بيرجعوا. ما هدول خالصين، ما خرجن. في هذا عيني ضربت عليه، بدي احاول اقتله. قتلته، خلينا نقتل كمان لبين ما يجوا. هلا جنودي عم بيقربوا. هلا كلكم اتاك، هجوموا عليهم لعنو سلسفيل عيلتون. ايوه تأخرنا يعني، بس معلش قتلت لي كم واحد. حلو، في هدول الجرادين الصغار تبعونهم. انتو تضلوا هيك بوضع الدفاع، ما بدكم تقتلوا؟ شكله صعب تستحكم لو هيك. خلينا نروح على الخيالة تبعونهم، والله عم بحاول اصابات بجنودي، مع انه عملت خطة، بس الخطة بدها تفشل لانه ما عم يتحركوا. خلاص هلا بنطحنهم. نزلوا، هاي حالي بدي ادخل بالشاشة من الحماس. ايه صبنا حصان عوض ما نصيبه له. تعال هون تضرب انت وهالدرع زفيل. قلتولي الوادي يخرق لك لو تركين القارة. انا عم حارب هديك القارة بهي القارة مع الاسف. الدورن قوايا، يخرب بيتهم الدورن، المعركة معهم صعبة، بس فيني اقضي عليهم. انا الحق علي خليتهم يقووا، ما تحركت كتير بسرعة بهي القارة. نزلناه، قتلوا له هاد، اعطوني طريق طب اقتله. مين ضل عنا؟ ضل عنا مشاتن. اقتلهم بقى، طولتوا كتير معي، شكلي ما بدي ينزل دمي كتير عشان معركة قادمة يكون خرجي قتل. ليش هيك عم بحاول اصابات؟ الارشر تعوا له. جيشي كله تعوا لهون، تعوا هيك صفولي هيك.
تعال نعمل خطة بس سريعة. أرشر أرشر أرشر. المشاة المشاة انتو هجوم وقفوا هون. خيالي خيالي دايا خيالي هجوم. انا لازم اقلل الفرق. خيالي ارشر هجوم. ايوه هيك تحسن شوي. حرام يروح لك يخرب بيتكم. انا انزل قتل وانا واقف اشرف. دول دروعته نفس دروعتي نفس الدرع الاغدى. انزل لا لا هيك ما اتفقنا انه اذا ما نزلت لهم صعب. روح روح اعطوني طريق. روح من وشي. ما بموت ما بموت ما بموت. هروب هروب. المشاة تهجموا معي هجموا هيك. كفو. ايوه بدها الشغلة مع قائد ميداني على الارض. والله بدي اشتري غير هالدرع انا الحالة. ركبوا لهاد الجربان. هذا حمار شو هاد. هجموا يا مشات. خلوني بس اعدي يا شباب. هون عم بيراسبنوا الكلاب. ما انه هون تعوا يا جنود لهون. خليهم يتقدموا. لبين ما يجوا لهون بكون قتلوا نص الشعب على الطريق. الارشر قدموا لهون. خيالي خيالي اتركن. خيالتي المحاربين كأنه ماتوا كلهم. والله جيشهم قوي رغم انه عددهم قليل جنب عدد اللي عندي. بس قوايا احسن من جيشي ما متطور. المعي عم يشتري جنود زبالة. اساس انا شاري جنود فخمين يعني. هذا ما انتكشت فيه. لك انا مالي شيء للفأس القوي. دقيقة مالي مركز. ايه ها فرق. هدول ايش دي الشيء فيهم؟ صار لي ساعة مثل الجدبة مالي شيء لو كنت. هاي بدي كبها خلاص. طلع بضربة واحدة نزلت له حصانه. إذا قلت لكم امشوا يعني تضلوا واقفين بأرضكم؟ حقلي هاد. حقل 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 حقل. هاد الحصان الحمار مدري شو جبته طاول جربان. قتلته. لولي انتصرنا لسه فيه. نزلوه. قتلوه خالصين. لازم كتر ارشر هلا. لازم نكون انتصرنا. لسه في واحد. بدي اقتلو. شوفكم كلكم على واحد. نزلوه. حلو. والله خسرنا 53. معلش. واحد عم يتقوى. المهم رجع شي من اللي خسرته. هلا ضليت هديك القلعة مع الاسف. اخدينا الدورن. ما بس ترجع ارجع بعد الدورن. اخرب بيتهم قوايا. هاي اللي بعتها كبش فدا. ويا علي انا اسف بس انت شجاع عن جد. انت تفضل معي على السجن.
منظره بيقطع الرزق. 36 عنا حالة مدة التطوع. تعالوا انضموا كلكم، معلش هلا ناقصنا جنود. هاتولنا الغنيمة. ممتاز. هلا زفيل شو ضل لهم هون؟ ما عندهم غير هال 3 مدن، ما عندهم شي هون تاني مالي منتبه عليه. ما اخذين شي الكلاب، لو اخذين شي كنت اخذته منهم، بس ما اخذين شي. المنطقة نظيفة، ما عم بتقوا غير علي. هاي القلعة تركها هون منسية. بس نحارب الدرن رح ياخذوها. الله الدرن بيبعتولي الجيوش، خير الله المشكلة. خلينا نروح هلا لهون. وانتي تعي. مفكر فك الجيش، بس انا هلا اذا فكيته مشكلة. ما بعرف. زفيل خلينا نشوف هون اذا عملنا معهم سلام شو قادر ندفع لهم. لسه 8000، بس لازم ادفع لهم، يعني جيشي ضعيف. وبعدنا نرجع ناخذ المدن من السارنور. وين السارنور؟ احلى شي دول جربانين عم بدفع لهم السارنور. هنا عم بدفعوا لي السارنور. والله اذا عم تدفعوا لي، لا خلينا ما نقرب عليه هون على الحاله. وبنتوس عم بدفعوا لي، والبرافوس عم بدفعوا لي حتى لو شي قليل. لا انا عم بدفع للبرافوس، وانا عم بدفع لبنتوس. اوكي انا خربطت. هدول هني عم بدفعوا لي، هدول ميتين. هدول الليس ستروم لانتس انا عم بدفع لهم. الفري فلوكس هدول باخر الدنيا عم بدفع لهم. الدورن عم ندفع لهم، بس اجباري عم ندفع لهم للدورن. جيفري الله لا يوفقك، شو عم بدفع له لجيفري؟ والله ممكن هلا زفيل خليني اعمل معهم سلام. ما حدا موافق. ليش طيب؟ ليش انا قلت اعمل معهم سلام؟ عشان احارب الويسترلاندز. عندهم قلعة ممكن اخذ اعوض هديك القلعة اللي راحت مني. معلش حتى لو ما عجبتكم اوارمي انطاعولي. هلا انتو روحوا جمعوا لي جيوش، انا اللي بدي اياه يجمعوا الجيوش ويقووا حتى اروح في قلعة اخذ جيفري. حلو هون جنود قوايا. كبلي هاد، هون في شي نشتري؟ هذا رخيص هاته. خلينا نروح نعمل شوية تجارة بالمدينة. ناقص 3000 في مدينة. قلعة لجيفري هون هي. وينها كانت؟ هون متحوشة بال هاي هي. هي لا مو هاي دقيقة. هاي القلعة كانت لجيفري، لساتها لجيفري ولا حدا اخذها؟ اللي راس اخذوها. هي كان اخذها جيفري براسيان، انا هاد اللي بعرفه. هاي كان عم يعمل علي حروب. هدول مالنا علاقة فيهم. انا لهيك انا بتذكر، لانه هاي كان اخذ جيفري اللوراس. هدول لوراس، لوراس اخذين الويسترلاندز. حلو. هاي مين اخذها؟ هدول لوراس. هلا انا ممكن اخذ هاي من الويسترلاندز. هاي مين اخذها؟ الهاوس تارجيريان. الهاوس تارجيريان قوايا بالقارة، شركائنا بالقارة. هلا هاي ممكن اخذها اللوراس، طلعوا مدينة فخمة، ممكن اخذها الي كمان. حلو ويسترلاندز. بدنا نعمل عليكم هجمة هلا قوية. ما عندهم ولا قلعة لانه غير هاي. هاي كانت كانوا هن اخذينها بس اخذوها منهم اللوراس. ممتاز. هلا خلينا نتأكد اذا بنطلع هون على اللوراس اذا عندهم بس مدينة وقلعة معناتها الامور ممتازة. وين اللوراس؟ لوراس هوني. ليكن اللوراس مدينة وقلعة، عددهم 2400. عم يحاربوا الويسترلاندز والنورث. حلو. الويسترلاندز قوتهم 20000، بس لما اخذ من عندهم هاي القلعة رح قوتهم تصير بالحضيض. مو قوتهم، انا باخذها منهم وبعمل معهم سلام، وبعدها بعلن الحرب على السارنور. مو السارنور، لوراس. باشطن هالمدن القريبة. خلينا نفوت على التجارة. بعلي كل شي هون، وهي بعلي اتركها هون. ما بعرف ممكن اخذها ممكن لا. عنا هون قوس، عنا هدول كلهم منبيعون بيعون. وعنا هون البسة كتير بيعة، ساوينا لنا 32000. حلو. هلا ممكن بيع شوية حمير، لانه انا ليش شايل كل هالحمير؟ مشان بيع شوي منهم. في عنا هاد، بيعلي هدول الاثنين. معلش كل 1000 زيادة بتفيد هيك. تمام. عنا سجناء هون، بيع السجناء. ليش تتركن؟ ورجينا هاد.
هلا انا عندي ما فيني ضم اي حدا لانه انا مختم ختم المرافقين عندي. حلو، نروح على اللوراس ناخذها من الويسترلاندز. هلا انا مختم جنود اللي معي هدول، اذا بجيبهم هدول تكون هلا شوية وقت. خلينا نروح نعدي على نورفوس، انا بحب شيك كتير. دور ريفرلاندز بغير قارة حلو. اي حدا بيعلن عليه الحرب وانا عم حارب الويسترلاندز بدي انزعج منه عن جد، ما راح اقرب على حدا منهم. رأسا اي حدا بعلن عليه الحرب رأسا عامل له سلام معه، يعني ما بدي اعلق مشاكل. بدنا ناخذ القلعة هدي المدينة هديك. هاي اللياتي ما بطلعوا لي غير عم تنقص، لهلأ ما سقطت هاي المدينة. هون فينا نبيع، حلو بيع لي هدول 8. عندهم اكل هون، عندهم القمح رخيص، بدنا كتير هلا. بدي والله اشيل كتير، هاتو كله ادفع 4000. معلش عنا حرب هلا، قربنا عليها. خلينا نجيب كمان قمح من الضياع. خليني بقى استدعيهم لانه لازم اصبر عليهم شوي، بركي بجمعوا جنود اكتر. جيمي لانستر عمل جيش. جيمي لانستر هلا بدي اعطيك مدينة، استنى علي بس بدي اعطيه القلاع. هاي المدينة بدي اخذها انا. طيب بس نفك التعليق، فك لي هالجيش او يلا اتركه 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 هلا شوي بفكه. انا مختم، خليني بس اشتري اكل. حلو هات دول وهات دول وهات دول، هاتهم كلهم هلا بقطعهم وبساوي منهم اكل. حلو هدول فرمون، هدول بصيروا لحمه. معلش هاي شو هاي، تمام هيك. هلا خلينا نقرب شوي. هلا هاي مدينه ممكن استقر فيها شوي لاجمع جنودي. انت خلص اقضي لي على جيشك، فك لي هالجيش حبيبي. جيمي لانستر تعالوا كلكم بدي اياكم، والله بطولوا شوي معلش نصبر عليهم ونعلن الحرب. دول عددهم قليل بس معلش كل الجنود بدي اياها هلا، عددهم قليل ايش نساوي. خادة كمان عدده قليل، معلش جمعوا جنود انتو. لازم شكل كلانات هون، لازم اشكل بقى. بدي اخذ دول من لوراس هلا بس نحاربهم. مو لوراس ايش اسمهم هدول؟ ايه اللوراس. بس هلا خلينا سالمين معكم، عندكم هي القلعة وهي المدينة بدنا ناخدها، لا تواخذونا يعني. هذا لورد بيتر بايليش، هذا بتقولوا لي انتو جيبوه ضمه لألك. لورد بيتر بايليش. طيب انا عندي مين في بدي اكبشي حدا او لا بشكل كلان، ليش كب واحد؟ تعال نشكل كلان حتى لو كان فقير الكلان. ثواني خلينا نعمل لها سيف مشان ما تكربج اللعبة. هاي زوجتي معي، هدول كلهم معي. خلينا نشوف هذا جربان. فيتا قوية، فيتا بس ما بدنا بنت. جاكلين ترى قوي، بس جاكلين قوي. ايه جاكلين. وفي هذا ذكي كتير، بحسه قوي كتير. هذا اذا بنشكل له كلان بكون كتير منيح. تعا يا حبيبي مكافأة لألك بدي شكل لك كلان. زبايد اعطي مدينة. طيب منكب واحد من عنا، جبايب بدي اعطيه مدينة. هون شو عم بيعملوا هدول؟ عم بيحتفلوا. حلو تعال هذا ايش تحكي معه؟ بدي ابروك استمروا، هلا بنعطيكم بنرشلكم شوية مصاري. ذكروني بهدول اللي بيعملوا حفل بغنوا بالشوارع وبصفقولن وبيعطوهم مصاري. طلعوا شاد انا مبين علي التعب. ايه هرمنا والله. انا بدي ضم اللورد بايليش، فاي واحد جربان بدي كبه برا. هذا لودينج بيتر راي، هدول بيعتهم بالجيوش. تمام فيتا هذا جربان طاول، هذا لازم اقلعه. هذا اكتر شي جربان عندي، هدول كلهم قوايا. والله بدي كبك وجيب لورد بايليش، حتى بدي اعطيه كلان للورد بايليش، اعمل له كلان لانه بستاهل. والله يا حبيبي ما عاد تفيدني خدمتك. شو صار؟ ليه عم برقد؟
ثواني انا بدي اقلعه، لساته عندي. دقيقة بدي اقلعك، تعال هون تعال، بدي اياك تنقلع بقى. following return doing about position the clan. لا ما بدي اياه يتطور بشي، بدي اياه يروح خلص. شلون بدي اطرده يا الله؟ نحن 9 دقيقة لحد هلا ما عرفت شلون بدي اطرده. هلا اي واحد بدي احكي معه هيك. هلا لقيته على فكرة. بدي ازقلكن لمحة عن اللورد بايليش. اللورد بايليش هذا اللي بدي اضمه انا، اللي عملت كل هالشي مشانه. هذا الانسان شلون بدي اقلكن، هذا عنده علاقة كان مع حاكمة الريتش، يمكن مدري حاكمة الفيل الزفيل. على كل اللي اشكل له كلان، خلي بقى يوصل القوات لعنا. خلاص يعني انتظرته على الفاضي، ما عرفت شلون اقلعه من الكلان عندي. والله عم طلع بهالمدينة السمك عندهم يا كتير غالي، اذا ببيعهم سمك وباخد بداله قمح هيك تمام بربح 3000. عم حاول عوض ناقص يعني ناقصني كتير مصاري، يعني بدفع كل يوم شي 6-7000 5000 هيك شي. عم بيوصل لعنا، مين في كمان ممكن ضمن هدول؟ لا هدول فقروا يعني، حتى ما عم بيجمعوا جنود ما بعرف. الله تعو 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 يا حبايب قلبي تعو. عم فكر شارك بالمسابقة هون بالبطولة. شو هاي جوتو زاكيب؟ مين عنا هون ممكن نحكي معه؟ في حدا بالسجن؟ ما عندهم حدا. خلينا نشارك بالبطولة، صار لي زمان مالي مشارك بطولات. الجائزة خوذة، هاي الخوذة ما كتير غالية. أنا هيك شاركت لأنه صار لي زمان مالي مشارك. متدرب شوي. هاد جيمي لانستر، نص مرافقين مشاركين. مو نصهم يمكن كلهم. أيوة مرافقين، وهدول معي بالجيش يعني. جيمي لانستر. تعال هون جيمي لانستر. جيمي لانستر ترى عملت له كلام بس كتير مقهور لانه ما لهلا ما اعطيته جيش. ولهلا ما اعطيته جيش، كنت اعطيه قلعة بس خسرة يا حرام. هلا هي القلعة ممكن عوضه فيها. تبعت الفولانتيس. مو تبعت الفولانتيس، تبعت اللوراس. رح اعطيها في مدينة ممكن اعمل اعطيها لشي حدا كمان غيره. انه هي اللوراس عندهم مدينة وقلعة. لا تموتي كرامة لله. قتلوها. هلا انتم بدكم تنتصروا علي. خضنا كتير معارك، نيجي نخسر معكم مو عيب. هلا هاي الحلقة رح تكون طويلة ان شاء الله، بس مو ساعتين مع الاسف يعني، ما خرج اطول ساعتين ما بعرف يعني. بس بدي اخذ هاي المدينة وبعد نختمها ان شاء الله. تعي لهون، هاي مرافقتي كتير بحبها. هي بيتها بجيش يعني، كتير بحسها مقاتلة قوية وشجاعة. ايش بك انت؟ يعني مثل ما بقول اخت رجال. هي ايكا، هي شو دول لوراس. هلا رح حاربكن. لا تستعجلي على رزقك. هلا بدي يقولوا انا ليش قاعد عندهم بالمدينة؟ لانه بدي اخذ لكم عاصمتكم يلي اخذوها منكم اللانستر او الويستر لانس. هلا خلينا نشوف هون شو فينا نعمل. هي حق 4000 بيعها، ما عاد استعملها بحياتي. هون عنا هذا بيعه، هدول بيعهم جربانات، هذا اتركه. واللبس والله هاي الخوذة والله حقها 21000، خوذة اللي معي حقها 18000 صار. بس هي لا هي افضل بكتير، بيعها كويسة. سندي 21000 ممتازة. بيع شوية حمير، شوي بس مو كلهم. وهذا والله بدي بيعه، صار معنا 31000. معلش عم نحاول نحسن، كنا 300000 يمكن 385000. انضموا كلهم هلا. حلو هلا هاي خلينا رأسا نقرب عليه هون، نعدي من لهون نجيب شوية اكل. لا عم تتعرض. اوه لا لا خليني اسبقهم هلا، بدي احاصروها يمكن غيري. دول مين هدول؟
مين انتو؟ ما خرج احكي معه. تعال هلا عم بيحرقوه. هيا نحكي معه شوف مين هدول. ممكن ضمون ازعبرت اسوازيين. بور فقير قاضا اسمه هازند اخر شي كان هون. ايوه يعني هذا لهازند. هلا هاي اعلى شي. هلا انا ما اعطيته لسه مصاري. حياخذوا منه مصاري. خلينا نجرب. حلو والله بضمك. هاي ماشية وهاي ماشية. اعطيه هاي. حلو نشحت. بس شو بدي اعطيه هلا؟ ما معي غير 413,000. بس لله لازمني. نشحت. لا تطلب مني كتير كرامة لله. 220,000. ما فيني اقلل شوي؟ طب خليها بدل 230. ما بيناتنا 230. 220,000 هيك تمام. اعطينا انت هدول. تنقص. اخرب بيتك شو بخيل. رجعهم رجعهم. خليهم بدل 230. خلي 3 اصفار تكرم. والله معلش. اشبه هيك ناقص. ما زابطة. ضروري 220. خلاص اعطيه 220. يخرب بيتك. تعا انضم لي هلا انت. وينهم؟ بس انت معه هي. هو والله حلوه هالبنت. معلش. تعا يا حبيبي تعا. هلا بنحرق لهم قريه. ليك يا تعي بعطيك جنود. خلص اتركها. الله ما معنا غير 191,000. هي اجباري بدي اخذها الي. اجباري اجباري بدي اخذها الي. كل ما كان عندي مدن كل ما زاد اقتصادي. هلا معنا كمان محروقة. هي كمان محروقة. مالهم جنود هون هدول. انا فيني اعلن عليهم الحرب بس كمان محروقة. طيب طلع حدا من هون؟ طلع. ما طلع حدا. نعلن عليكم الحرب بشكل رسمي. خلينا نفوت نشتري الاكل كله هون. عندهم اكيد اكل. عندهم سمك. 3 سمكات. الله غاليات. الله اتركهم ما عندهم اكل كتير اصلا. بتنهار بتنهار بسهولة. سلاح. عندهم سلاح قوي. انا عندي اصلا اسلحة. هلا بما انه بدي اهجم على القلعة هي بتلزمني. كبلي السيف على جنب. السيف حطه على جنب. بدنا هي. بدنا نتصيدهم هلا. حلو. طيب. كريكوتس هات هدول. هلا بعطيهم لحدا من عند معي. مين عنا هون لازمه لازمه لازمه؟ مين من مرافقي؟ هذا بنعمله دونات تروبس. ناقصه كجنود؟ ما ناقصه والله. مين ناقصه؟ هذا ناقصه؟ تعال نشوف ناقصه؟ ناقصه جنود. خد لي هدول اضعف شي عندي. بس اشيل على القد. خدهم معلش. خد لي هدول 8 كمان معلش. حلو. هلا انا هيك وقفت وراها. براتها. تعال بقى وينكن يا ويسترلاند؟ صار اخذين من عندي 476,000. بدفع لكم 4200 باليوم. عم بيحاربوا الدون وعم بيحاربوا عم بيحاربوا الفولانتس كمان. الكل موافق الا تيران لانستر. هذا القزم هدول لانه من عيلة اللانستر. جيفري باراسيان الله هيك خليني التقي فيك. شاد فيها مدافعين 700. لا والله 300. حلو راح اخذها منهم. والله بدي اهجم. ايش بدي اساوي؟ او عم تتعرض هي لي. خلينا نرسل القوات. خلص اخذتها انا اصلا. هي مثلنا 18 شخص بس عادي. كنت حابب ادخل بس معلش. هذا واحد كلب مالنا فيه. انت سجيني 51 سجين. هي انا بدي اخذها بقى. هاتوا لي هدول. راح يمين اكيد ما راح نكون. خلينا نروح على الكيب. نروح على السجناء. بريزنور. والله عبوج سجناء. بوروس اسمه هاد. بوروس بولونت. هاي البنت الحلوة بيفرلي.
انت تعي خليكي معي. اوكي هيك تمام. والجاريسون لازم نحط فيها، حطوا فيها الشباب، حط فيها كم، هلا بدي احط فيها كتير. نحدد على القوايا عندي، لاي نشوف مين القوايا عندي. هلا صار فيها 120. بعدين بدي اترككم، ما راح اكبهم هلا. تمام هيك، هلا بدي استنى، هلا نستنى شوية وقت لتصير الانتخابات. مين اللي عم بحاصرها هي؟ دقيقة نشوف، بعيدة كتير المشكلة. ارنوي، هدول الجربانين عمل معهم سلام، حتى بدي ادفع لهم احسن ما اخسر القلعة. مالكن موافقين؟ معلش جوز هنن اللي عم بحاصروها. لا والله ما هنن، لا والله هنن معناتها هدول عم بيحترقوا. مشي شوي الوقت، مش الحال. ريبل بلوراس، دقيقة لسه هلا اخدتها. صار في كل هدول لسه هلا اخدتها. مين هدول هذا كان معي شي اسمه جورن، هذا شو ثقافته؟ انا بس مستغرب، هذا ما كان معي. نيو اونر للرواس، حلو. بحارب بيج امباير، انت بدي اقعد معك هلا. انا غلطت وغادرته، لا اصلا صار فيها تمرد. ما هو مشكلة، كان القدر مو انا ما ختمت الحلقة وانا عم حارب بالقلعة وما دخلتها وندمان لانه ما دخلت ختمت الحلقة. يمكن لهيك اجوا هدول قالوا لي لا طول الحلقة اكتر، خلينا نتمرد عليك مشان تطول الحلقة اكتر. على فكرة اللي كان متمرد علي هذا انهزم، ترك بس الميليشيات جواته والجاريسون، الجاريسون كلهم ارشر ما شاء الله عليهم. خبية هدول البناء اللي عندهم، هلا بقضي عليهم وبهجم عليهم. دمروا هاي على وش الصبح نهجم عليهم، خلي بس يطلع الصبح دمروها. ليتس جو، جاهزين للمعركة. أيها الرجعيون سوف تندمون لأنكم أخذتم مني أغلى ما أملك. هاي لسه ما فت عليها مع الأسف، يعني ما هنوني فيها القلعة لسه. وين عم تضربوا؟ ايه عندهم كلهم ارشر، تعال اتخبى هون هلا. انا فاشل بالرماية، وين اللي عندهم؟ وين اللي عندهم؟ وين اللي عندهم؟ هداك الكلب عم بصيبني بعيدة. ما ليش هيك يعني؟ ما بعرف شلون بدي احسن حالي بالرماية، ما بعرف. يا حرام دمروها. لا 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 هيك اذا بضل بصوب ما هون في حدا، هون في ما لمسته حتى، راحت هيك ما عم تلمسهم. ما بعرف يعني برفع شوي لفوق، هي طاول طالت، ما عم حاول لاقي سيستم هيك معين. هدول الكلب ايه بدي اقتله هاد؟ صار روحت خير الله اسهم عالفاضي، ولا عصابته ولا عملت شي معه. لازم اتحسن. عم بيصيبوني وما عم صيبون. اترك هالعشرة اللي ضلوا. وين حصاني؟ حصاني طار انهزم. ليك البرج لسه بده البرج ليطلع. هلا هدول بضربهم بتدرب فيهم، هدول العشر اسهم فيهم هدول المتمردين.
يلا يا رجال يلا تعالوا ساعدكم، مع انه ممكن انصاب. جاء ابن عمي. لا عم بيصيبوني هيك. اتركها اتركها روح. تعالوا ايها الرجعيون، هاي الحلقة نار عن جد، يعني اكيد استمتعتوا فيها. فبتمنى بما انكم استمتعتوا فيها، انا متأكد لسه الصورة المصغرة رح تكون احلى، لان صرت اتعلم الصورة المصغرة بطريقة احترافية اكتر. فهي الحلقة ان شاء الله يعني رح تتسلوا فيها كتير وتتحمسوا اكتر للحلقة اللي بعدها. فلا تنسونا من اللايك. اطلع اول واحد ولا استنى؟ اطلعوا 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 اطلعوا، ما بحب اطلع لحالي. يلا اطلع، متحمس زيادة. اطلعوا لك، هلا بدي امسح فيهم الاراضي. صرنا نحارب متمردين، كنا بدوس راكي صرنا بهدول. دخلوا الشباب لجوا، حلو والله. قتلته، هون ما في حدا. ليكن عم بنزلوا، والله الجيش دخل من كل الاطراف. في نصيب حدا هون؟ صبنا واحد، بخاف اصيب حدا من جنودي. ما نقضى عليه هون. معركة سهلة، مع الأسف ما ترى كل شيء أقتله. المشكلة عم بنهزموا هدول ميليشيا ضعاف، رأسا بنهزموا. ضعاف ضعاف. والله مدينة اللوراس أخذناها. وين صاروا؟ والله مدينة حلوة، يعني بناياتها حلوة غريبة عن المحل ما كنت موجود. في هون حدا؟ ما في حدا. حبيتها لمدينة اللوراس احسن من فيز دوس راك. هي ايدي رح اخذها بقى، عنا اقتصادنا نظبطه. ايه تركوا لي كم واحد قتله. قتلوه يا شباب قتلوه. نشوف وينهم هدول البقية. عم بيقتلوا من جنودي، عم شوف النوع عم بيقتلوا من جنودي. وينهم؟ ليكن قويلي حالك شوي بالاسهم. قتلنا لنا واحد، هنا خمس اسهم، خلينا نصيبهم لهدول. قتلنا لنا واحد، قتلنا لنا واحد، ضلوا ثلاث اسهم. ما رح يروحوا على الفاضي. وين هلا؟ ما رسمن عدد جديد؟ خالصين مضل منهم، ضلوا بس اللي رايحين لعندهم جنودي. لعند مين رايحين؟ عم نلحقكم لنشوف لعند مين. ورا ما ضل حدا. جوا ما عم بيحسنوا يدخلوا، كأنه في عالم جوا. ممكن بس ما يطولوا هلا. اعطوني طريق بحسن بدخل، ما راح احسن. طب كل جيشي نزلوا لتحت. ايوه مو تدفشوني مو تدفشوني، بدي انزل معهم اجباري.
بلشوا هاي يقتلوا منهم. انزلوا انزلوا انزلوا، عم بوقعوهم. ليكن طلعوا الكلاب من اوكارن. هات القوس، ما خلصوا عليهم، ما ضل حدا. ما ضل حدا، ضل حدا فوق. رجعوا، خلصوا عليهم خلص. اخ انتصرنا. ضل حدا؟ العق. ضل حدا متخبي هون؟ لك ليش متخبيين؟ بالعتمة. خلصنا، مبروك النصر يا رجال. رحلنا بس 17 ونصاب 45. حلو، قتلنا 300 من المتمردين، 342، 21 تروبس، 11. مع انه جنت القلعة بس ما بعرف التمرد. نبدأ ضرب القلعة. خلينا رح يمين على المشكلة. جنت المدينة وهيك صار فيها، يخرب بيتها. عيجن له واحد من عنا، هذا بحسه كتير زلمة حكيم، اسمه سيريو فوريل. سيريو فوريل عطية 10,000. الغي لي كل شي عم ينبنى، دون نسيت انتبه عليهم. خلي الرياليتي يتحسن. هلا ما عندي شي عم ببني. اوكي هلا خلينا نشوف التجارة. باقي هدول، هاد السيف تركه، رجع لي بدل هدول. دول رجعون، دول بيعون، وبعلنا الملابس هون، سوينا 7,000. حلو. شو هدول؟ رخاص كتير هدول، ما بعرف شو هدول. الله منشتري هدول. هلا بساويهم لحمة للجيش. في هدول 123 متمردين انهزموا. خليني ضل فيها ليصير فيها تصويتات. بدي اخده انا. اسمي مقترح. والله جيمي لانستر ما عنده، بس معلش خيو انا بدي اخده. هلا انتو تاركوا الكنولوراس. خلي بركي بيتحسن اقتصادي. هلا الويستر لاندز خلينا نعمل معه السلام، ما عاد عندنا مشاكل معه بهي القارة. هلا صرتوا زلم؟ لا بدي اعمل معه السلام غصبا عنكم. عددنا 4,000. هلا بزداد بانه صار عنا مرتزقة وهيك. الري مو مرتزقة، صار عنا كلانات. 1 2 3 4 5 6 7 صرنا 10 كلانات. الريفر لاند سدولة بهديك القارة ما مأسرين. الريفر لاند سدولة عم حار. لا هدول الزفيل بهي عندهم هدول بهي القارة. دول عم بدفعلهم 8,000. الله لا يوفقكم لا يشبعكم مصاري. هلا اللوراس خلينا نعمل تشيك اخير. السارنون عم بيدفعوا لنا، ما رح نقرب عليهم. هلا اللي بيدفع جيزي ما بنقرب عليه. اللوراس اللوراس عليكم اللوراس. الله قويتوا شوي انتو يا لوراس، قصتكم قصة. تمام يا شباب، لهون بكون وصلت لنهاية هاي الحلقة. بتمنى اذا عجبتكم ما تقصروا معي باللايكات الشيرات والاشتراك بالقناة. شوفكم بحلقة جديدة، مع السلامة.